تحرك. نحن ذاهبون لجلب المياه ولكنها بعيدة جدا، علينا السير 13 كيلومترا. ينتمي هؤلاء الأشخاص إلى قبيلة بوهيل البدوية التي تمتهن الرعي منذ مدة طويلة، ولكن المناطق التي كانت في السابق شبه صحراوية أصبحت جافة جدا ولا تسعف سبل العيش، مما دفع معظم أفرادها إلى ترك الحياة البدوية للاقتراب من مصادر المياه. وصل عليون إلى مصدر المياه هذا وبدأ بالحفر. عندما كنت صغيرا كان من السهل الحصول على الماء، ولكن ليس في هذه الأيام. أحفر 12 بئرا في بعض الأحيان ومع ذلك لا أجد الماء، إنها مشكلتنا الكبرى. وتعتبر قطعان الماشية مصدر الرزق الوحيد بالنسبة للقبيلة، ولذلك عليها توفير الماء لها. ومع اتساع رقعة الصحاري لآلاف الكيلومترات تزداد معاناتها هذه من أجل البقاء.